السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله كده خلصنا المسائل بتاعة شابتر 4، وهنبدأ نتكلم عن تالت نوع من التكنيكس اللي معانا. احنا اتكلمنا عن البلاك بوكس والوايت بوكس، وهنتكلم عن الاكسبيرينس بيزد تكنيكس. الاكسبيرينس بيزد تكنيكس فكرتها ان التستر بيعمل تيستنج من خلال الخبرة بتاعته والانتويشن اللي هو الحدس بتاعه، يعني بما انه اشتغل في مشاريع مشابهة للمشروع اللي هيشتغل عليه فيقدر يعرف ايه الاماكن اللي بيحصل فيها باجز كتير. بيقول يفضل ان الطرق دي تتعمل بعد الفورمال تكنيكس اللي هي قلنا عليها قبل كده. ليه؟ لانها بتلاقي حاجات ممكن الفورمال تكنيكس اللي ماشي على بروسيس معينه ما تعرفش تلاقيها. بس في نفس الوقت المشكله ان التكنيكس بتاعت الاكسبيرينس بتعتمد على خبره التستر، بمعنى ما فيش مقياس معين اقدر اقول بيه تكنيك نجحت ولا فشلت. لو التستر شاطر experience based techniques هتدينا احسن نتائج، انما لو التستر مش شايف شغله او ما عندهوش خبره كويسه مش هتبقى النتائج بتاعتها كويسه. اول نوع عندنا هو الايرور جيسنج. الايرور جيسنج ان انا اتوقع الايرورز بتظهر فين، بمعنى ان انا احاول اشوف list of possible defects، ايه الديفكتس اللي ممكن الاقيها، وابدا اصمم التيستس علشان تحاول تهاجم الديفكتس. التكنيك دي او الابروتش دي اسمها فولت اتاك، مهاجمه الفولت. طبعا الحاجات دي بعرفها من فين؟ من الاكسبيرينس بتاعتي، ان انا برضو شفت فولت زي دي قبل كده، او الاماكن اللي حصل فيها ديفكت او فيلير في البروجكت بتاعي، او نوليدج عن السوفت وير ده بيفشل ليه. في حاجه تاني برضو عندنا اسمها اكسبلوراتوري تيستينج، وده نوع مشهور جدا من التيستينج، وده عباره عن ايه؟ ان انا بعمل ديزاين واكسكيوشن وليرنينج ولوجينج، ان انا يعني اعمل ريبورتنج. كل الحاجات دي بعملها في وقت واحد، فانا بعمل كل المراحل. ان انا يعني احنا زمان كنا بنقول بعمل تيست كيس ديزاين وبعدين اطبقها وبعدين اتعلم من الحاجات اللي حصلت في المشروع، لا دي بتحصل في نفس الوقت كلها، تمام؟ وكل تيست كيس بتحصل نتيجتها بستخدمها في التيست كيس اللي وراها. دي مفيده في ايه؟ لما يبقى عندي سبيسيفيكيشنز مش واضحه، قليله او مش كفايه، فانا ببدا ارتجل من عندي، او الوقت مزنوق جدا فبالتالي بضطر ان انا استخدم الاكسبلوراتوري تيستينج عشان مفيش وقت ان انا اشتغل على الطرق الفورمال اكتر. وبرده ممكن تستخدمها مع الانواع الثانيه من الفورمال تكنيكس، او كطريقه ان انا اتاكد منها ان السيستم اشتغل صح واتعمل له تيستينج صح.